شاديه نجاه الصغيره شريان. ادي تلات الغاز انا معرفش مش عارف افسرهم. يعني شوفي ابتدينا بشادي وكملنا بنجاه وادي شريان برضو شخصيات خطيره وفجاه تتوقف. نفس الحكايه بالظبط. زي شاديه في العذراء. زي نجاه في المسلسل. زي شريان في الفوزير. نفس الموقف. يعني بمناسبه شريان يعني وفشل مشروع في عمل الفوازير للاي ار تي، واحنا عارفين هذا السر بقى وده بره، واحنا اعلنا كنا فتره طويله عن الفوازير، تفسر حضرتك موقفها ايه او حالتها ايه دلوقتي؟ يعني ان الفوازير دي ما اتعملتش، حضرتك انسحبت وحالت نجمه استعراضيه زي شريهان بشكل عام دلوقتي؟ معرفش. خدتي لي بالك؟ طب هل النجاح لدرجه معينه بيفقد احيانا النجم درجه من التوازن؟ معرفش، مش قادره اقول. هو يا مدام صفاء خوف، ما يقدرش يعطي، ورعب. خوف ورعب. طب الى متى؟ ما في، ما ده خطر جدا. اللي بيحصل لشريهان ده خطر جدا. يعني ده شيء مدمر. هذا الخوف شيء مدمر. طب هل كان في خلاف بينكم وبين بعض مثلا في لا العمل؟ لا لا. طب لا 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 لا. طب حضرتك اختلفتوا حوالين ايه في الموضوع؟ في الموضوع اكبر من خلاف. نعم. الموضوع خوف رهيب من شريهان. ايوه هي تخاف. ده طب وحضرتك استاذه وقدمتها في اعمال واختارتك وكده، ايه الخلاف اللي يخلي حضرتك اللي مشيت، مش هي كمان اللي خافت فانسحبت؟ لقيت ان مش هنتفق يعني. في حاجز. في شيء. وانا عييت.